في هذا الدرس بنشرح كيف تعمل مؤقت زمني لتشغيل المكيف وإطفائه من خلال الريموت الذكي. ندخل برنامج سمارت لايف ونروح قسم سمارت، بعدين أوتوميشن ونضغط على علامة الزايد. نروح للخيار سكيدجول ونختار الأيام اللي نريد المؤقت يشتغل فيها، ونحدد الوقت اللي نريد الجهاز يشتغل فيه. نضغط على Next، Run the device، نختار ريموت المكيف المضاف مسبقا، نضغط Switch off، بعدين On، Next، نختار اسم للمؤقت وبعدها نعمل حفظ. وبكذا سوينا مؤقت للتشغيل. نعيد نفس الخطوات تماما ولكن هالمرة للإيقاف. نضغط على علامة الزايد، Schedule أو مؤقت بالعربي، نختار الأيام، نختار التوقيت للإيقاف، نضغط Next، نضغط Run the device، نختار مرة ثانية الـ AC ونعمل Switch off، Next، نختار اسم للمؤقت، نسوي حفظ للإعدادات. وبكذا سوينا مؤقت واحد للتشغيل واحد للإيقاف. طبعا هذه طريقة عمل مؤقت زمني لكل الأجهزة المرتبطة مع الريموت الذكي، سواء كان مكيف أو تلفزيون أو ريسيفر وإلى آخره.